يعني راح يجي حمودي انا راح. اقول احمد. والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأكرمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بإذن الله محاضرات اليوم الثاني من دورة إعداد معلم اللغة العربية أو معلم الرقمي، وبإذن الله سنستعرض موضوع مهم جدا وهو كيفية التعامل مع تطبيقات جوجل وما هي تطبيقات جوجل، وأيضا سنستعرض تطبيق هام وهو تطبيق كيفية إنشاء موقع إلكتروني على صفحات جوجل الإلكترونية. قبل أن أبدأ أتحدث عن جوجل. دائما نتعامل مع جوجل كلاس روم أو جوجل كما تكلمنا بالأمس عن جوجل كلاس روم وتطبيقاته، ولكن نعتمد على التطبيقات الواضحة، وغالبا نجد أن المعلمين ليس لديهم معرفة كافية بجوجل وتطبيقات. سنتحدث اليوم بإذن الله عن هذه الخدمات التي يقوم بها جوجل في تحسين العملية التعليمية. إذن السؤال، ما الخدمات التي يقدمها جوجل في تحسين العملية التعليمية؟ هناك العديد من الأمور التي يقدمها جوجل. طبعا بدأت مع الانفجار المعرفي والتقدم التقني وتحول الحكومات إلى الإلكترونية، أصبح الاستخدام التقني ضرورة ملحة في كافة قطاعات الأعمال وخاصة في مجال التعليم، وأصبح استخدام الإنترنت يصل ل 100 مليار عملية بحث شهرية، وتتنافس الشركات لتقديم خدماتها للمستخدمين. وتعد شركة جوجل من أشهر الأسماء في عالم التقنية، والسبب ليس مجرد خدمة البحث التي تقدمها، بل هناك خدمات متكاملة سنتعرف عليها في هذه المحاضرة. من أكثر الخدمات التي تقدمها جوجل هي طبعا خدمات البحث بأنواعه، والبريد الإلكتروني طبعا، والتقويم والخرائط والترجمة والتخزين السحابي. كما توجد مجموعة من الخدمات الغير منتشرة بالرغم من أهميتها وفائدتها الكبيرة وسهولة استخدامها في أجهزة الحاسب والهواتف الذكية. نجد أن هذه المحاضرة سوف تركز على أهم ما هي تطبيقات جوجل التي يمكن توظيفها في التعليم، فهذا أمر مهم جدا بالنسبة للتقنية وللمعلم الذي يريد أن يستخدم التقنية. كيف يستخدم جوجل وتقنيات التي توفرها شركة جوجل في العملية التعليمية؟ طبعا لدينا مجموعة من التطبيقات والتي سنتعرف عليها. طبعا جوجل درايف، وهو أمر مهم جدا، لابد أن نتعرف على جوجل درايف وجوجل دوكومنتس وجوجل سبريد شيت البيانات وجوجل برزنتيشن وجوجل فورمز، وهو نماذج خاصة بالاختبارات سنتعرف عليها ونطبقها بإذن الله الأسبوع القادم، وجوجل درونز اللي هي أداة الرسم، وجوجل هانج أوت اللي هو الدردشة أو ما يعرف بأنه قريب من برنامج زوم، ولكن طبعا هانج أوت ينقص بعض الأمور بعكس زوم الذي يستخدمه المعلمون بشكل أوسع وأكبر بكثير من جوجل هانج أوتس. وحاليا يحاول جوجل أن يطور في هذه الخدمات الهانج أوت بحيث أن يكون من أفضل الاستخدامات بالاجتماعات أو الفيديو كونفرنس أو الويبنار، وهذه الاستخدامات سوف يطورها قريبا وبالتالي سيكون منافس لزوم. وأيضا جوجل سايتس، وهذا ما سنركز عليه اليوم، كيف أنشئ موقعا على جوجل، كيف أستطيع أن أنشئ موقعا على جوجل وجوجل مودريتور أو المنسق،
وهذه أيضا أحد التطبيقات المهمة التي سنتكلم عنها. لابد أن نعلم أن كل هذه الإمكانات نحن لا نستخدمها، وبالتالي فإن استخدام جوجل للخدمات التعليمية طبعا، وأستاذ كامل بيقول وفصول جوجل، طبعا احنا اتكلمنا عن فصول جوجل بالأمس، وأعتقد أنها أحد التطبيقات المهمة جدا اللي بتنضم للتطبيقات اللي اتكلمت عنها دلوقتي. وعلى فكرة تطبيقات جوجل لابد أن يعني يجيدها كل المعلمين الذين يعملون في مجال التعليم الإلكتروني أو التدريس عبر الإنترنت أو أونلاين تيتشنج، لأن هذه التطبيقات هي عبارة عن أدوات تسهل وتساعد على المعلم كيفية التعامل في الحصة الافتراضية أو الحصة الإلكترونية التي يقدمها. ونبدأ ببعض التعريفات الخاصة بجوجل. فنحن نعلم أن جوجل شركة أمريكية بها خدمات كما ذكرت، ومنها طبعا جوجل درايف وجوجل جيميل والشبكة الاجتماعية وغيرها. ويعد جوجل سيرش هو أهم المحركات البحثية حاليا، وهو تم إنشاؤه عام 1997 تقريبا. طبعا اللي أنشأ هذا المحرك البحثي هو لاري بي وسيرجي برين، طبعا العلماء علماء أمريكان. واهتم من سنة 97 جوجل بتطوير الأدوات البحثية وكيفية التعامل معها. طبعا بالنسبة لعملية البحث على جوجل، طبعا احنا كل واحد بيستطيع بسهولة انه يبحث ببعض الكلمات عن اي موضوع هو عايز يتخصص فيه او يريد ان يركز كل تركيز انه يستخرج الموضوع من الانترنت، فيكتب على جوجل وبالتالي يظهر له من خلال هذا المحرك البحثي القيم الحقيقة. ممكن تبحث عن كتب، ممكن تبحث عن تطبيقات، ممكن تبحث عن خرائط، ممكن تبحث عن مقاطع، عن صور، عن أخبار، أي شيء، عن فيديوهات. طبعا يوفر هذا جوجل سيرش أو محرك البحث جوجل. هناك أيضا خاصية في جوجل البحثي أو المحرك البحثي، إنك تستطيع أن تصنف هذه الـ يعني ما تبحث عنه. فلتصفية مثلا الصورة من الممكن أن تكتب أيضا اللون، فيظهر لك الصورة مثلا بلون أحمر أو بلون أخضر، فيظهر لك هذه الصور فقط. أو تخصص بعض الصور بعلامات معينة تكتبها. إذا فهو محرك بحثي قوي ومن الممكن أن نعتمد عليه. ولكن هناك أيضا من المحركات البحثية في جوجل، إن هو جعل جوجل سيرش يعني خاص بالعملية البحثية فقط. يعني إزاي أستطيع أن أستخرج بحثا من جوجل؟ فأنا أبحث على جوجل سيرش أو جوجل الذي يهتم بالعملية البحثية، يعني مؤلفات خاصة بأبحاث الماجستير والدكتوراه طبعا من الممكن أن أنا أبحث عنها في جوجل. أيضا الجيميل، بريد جوجل، وهو أطلقه جوجل عام 2004 في أول إبريل. وجيميل بدأ يتطور تدريجيا إلى أن أصبح البريد الإلكتروني الأغلب لكل مستخدمي الإنترنت أنهم يستخدمون الجيميل، على الرغم أن ياهو وهوت ميل كان لهم باع في عملية التعامل. يعني الناس كانت بتحاول أن هي تتخصص الإيميلات بتاعتها في الياهو أو الهوت ميل، ولكن بعد جوجل وجيميل بدأت أغلب الناس تركز على الجيميل. أيضا جوجل دوكومنتس، إزاي تقدر تنشئ عرض أو تنشئ ورقة وورد على جوجل، أو تنشئ يعني ملف برزنتيشن باوربوينت برزنتيشن على جوجل، أصبح متواجد بسهولة. أيضا جوجل فيديو، وجوجل فيديو تم إغلاقه
لان بدأ جوجل يركز على اليوتيوب، وجوجل اشترى بعد كده اليوتيوب، واصبح هو اللي بيدعم اليوتيوب من عام 2011. من ضمن ايضا استخدامات جوجل، جوجل الباحث العلمي كما ذكرت، او سكولر، اللي انت تستطيع تبحث عن مؤلفات علمية او مقالات علمية او مؤلفات اكاديمية او مقالات تخص الناحية الاكاديمية فقط. فهناك جوجل سكولر، وجوجل سكولر يعني كما ذكرت يهم الباحثين بشكل كبير، ويهتم بعرض كل ما هو أكاديمي. أيضا لدينا قارئ جوجل أو جوجل ريدر، وهو طبعا يستخدمه أغلب يعني من يريدون أن يستمعون للكلمات المكتوبة وورد. طبعا أغلبهم بيكونوا يعني لديهم بعض المشكلات في الرؤية، وبالتالي جوجل ريدر حل مشكلات كبيرة جدا بالنسبة له. أيضا جوجل للإعلانات وجوجل أدسينز، طبعا شركة جوجل كانت تهتم بالإعلانات وما زالت، والإعلانات بتخدم عديد من الشركات المعلنة، أيضا هذه من خدمات جوجل. أيضا جوجل أنسرز، وهو أن تستطيع أن تكتب يعني سؤالا ويرد عليه ملايين من الناس على جوجل أنسرز، ويقوم على هذه الخدمة أكثر من 500 مختص مسؤولين عن الإجابات التي نبحث عنها بأسرع وقت، ومقابل طبعا زهيد جدا $2.5 تقريبا لكل سؤال. طبعا هذه الخاصية أحيانا يعني نحن نستخدم جوجل، ولكن هناك جوجل فور فري أو مجانا، وهناك جوجل مدفوع، وبالتالي الجوجل الذي تستطيع أن تشتريه منها جوجل أنسرز، وحقق نسبة مكاسب كبيرة جدا وخصوصا المدفوعة منها. أيضا برمجيات، يعني في جوجل للبحث عن الكتب، أو خاص بجوجل بوك سيرش، الكتب أو البرمجيات، فهناك جوجل بوك سيرش طبعا تستطيع كتب جوجل، وهي أداة مهمة جدا، نبحث عن نصوص كاملة في هذه الكتب نستطيع قراءتها. أما إذا أردت أن تشتريها أو تخزنها لديك فأعتقد أنها مدفوعة للأجر. أيضا جوجل يوتيوب، ويوتيوب كما ذكرت أنه تم شراؤه من جوجل، ويوتيوب أصبحت الآن منصة كبيرة جدا للفيديوهات، لتعد أكبر مكتبة فيديوهات، يعني منصة فيديوهات عالمية، ونستطيع أيضا أن نتكسب منها، ونستطيع أن نتعامل مع يوتيوب كشركات أو مؤسسات أو مدارس أو معاهد. وكما نعلم أن الدورات الآن أصبحت يعني جامعة مثل الجامعة الأمريكية وغيرها من الجامعات تستطيع أن تحمل كورسات كاملة على اليوتيوب، وبالتالي أصبح التعليم متاح بشكل بسيط وسهل للعديد من المعلمين والعديد من الباحثين، أنك تستطيع أن تتابع دورة كاملة على اليوتيوب. ونحن نعلم أن من عام 2006 تقريبا اتجه جوجل لشراء يوتيوب، وأصبح يوتيوب شركة من ضمن شركات جوجل. أيضا هناك النظارة أو نظارة جوجل، وهي نظارة متاحة في أمريكا، إنك تستطيع من خلالها أن تتعرف على تطبيقات جوجل، ولكن بارتداء هذه النظارة، وهي نظارة مهمة يعني بالنسبة للعمل الإلكتروني التخيلي. وبإذن الله سوف يكون لنا دورات بإذن الله متخصصة في التعليم التخيلي، لأنني أعددت دورة كاملة عن هذا التعليم، وهو نوع من التعليم الخاص بكيفية وخصوصا اللغات، يعني كيفية تخيل الأماكن وكيفية تخيل المساحات في دول مختلفة من خلال الفي آر أو التعلم التخيلي. هذا النوعية من التعلم تسهل كثيرا بالنسبة لطلاب اللغات العربية الناطقة بغيرها، أو اللغات
الإنجليزية وغيرها من اللغات، أن تجعل الطالب يزور أماكن وهو في مكانه ويتعرف على مسميات ويعايشها بشكل كبير. وبإذن الله سوف أعلن عن بالضبط كده، يعني أستاذة نهاد، طبعا دكتورة نهاد تتحدث عن سيميليت أو التعليم المحاكاة واللي يحاكي أماكن، وهذا هذه النوعية من التعليم، يعني تعليم عن طريق المحاكاة، قريبة من التعلم التخيلي. التعلم التخيلي يعني أعتقد أنك إذا أردت أن تتعرف على الصور الخاصة بال3 دي، هذه الصور يستطيع أن يرتدي الطالب نظارة، وهي نظارة شبيهة بنظارة جوجل وهي الفي آر، ويكون في هذه الأماكن وكأنه يسير فيها ويتحرك في كافة الاتجاهات التي توجهه إليها هذه النظارة. طبعا هذه طبعا موضوع أكثر تخصصا في مجال التكنولوجيا، وبإذن الله سوف أعرض مجموعة من الدورات التي تهتم بهذا الجانب، وأيضا موبايل جوجل، وهذا الموبايل متاح وبه طبعا هو مزود بنظام أندرويد وبالتطبيقات الخاصة بجوجل. إذا جوجل ك يعني جانب في المساهمة في العملية التعليمية، هو ساهم بالكثير من التطبيقات، وخصوصا التطبيقات الخاصة بالعملية التعليمية، وكما ذكرت أن هناك جوجل سكولر، الباحث العلمي، وغيره من الإسهامات التي ساهم بها جوجل في العملية التعليمية. أيضا هناك ما يطلق عليه جوجل ترندز أو مؤشرات جوجل، وهي خدمة عامة على الويب مقدمة من شركة جوجل لإظهار إحصائيات. يعني إذا أردت أن تريد أن تتعرف على إحصائيات ما، أو عن يعني إحصائيات في عام محدد، فعليك بجوجل ترندز أو مؤشرات جوجل. تكتب العبارة البحثية ثم تحدد الدولة التي تريد أن تتعرف من خلالها على المؤشرات أو أي مجال تريد أن تتعرف عليه. أيضا جوجل كروم، ونحن نستخدم جوجل كروم، وهو متصفح يعمل على أغلب أنظمة التشغيل، ويتميز بالسرعة والأمن وسهل في الاستخدام. تستطيع أن يعني به هيستوري أو تاريخ لما قمت بزيارته من المواقع، وأيضا استعراض العديد من المواقع، وتكبير وتصغير الصفحة، وطباعة الصفحة، وإنهاء وإغلاق أيضا متصفح بطريقة سهلة. أيضا جوجل جيميل، وهو أهم التطبيقات التي لابد أن يتقنها المعلم، وهو يتيح ساعة تخزينية حوالي 15 جيجا بايت، ويحفظ الرسائل التي يقوم المستخدم بكتابتها تلقائيا، ويسعى لوجود وسيلة للدردشة، وهي طبعا هانج أوت، اللي هي الكتابة صوت وصورة وعبر الفيديو. أيضا تصنيف الرسائل بسهولة، وتحميل الملفات PDF والوورد، وكل هذه الأمور نحن نعلمها جيدا ولم تضيف إلينا، ولكننا نستعرض ما هي تطبيقات جوجل حتى نكون ملمين بهذه التطبيقات. كيفية إنشاء الإيميل، طبعا الإيميل بمنتهى السهولة عند الضغط على جوجل أو متصفح جوجل أو الدخول على الجيميل، ستجد أن هناك علامة إنشاء إيميل جديد. إذا ضغطت عليها وكتبت الاسم وكتبت الباسورد ثم ضغطت، فسيعطي أو يرسل لك على الموبايل الرقم الذي أنت وضعته على الإيميل، رقما أو باس أو يعني رقم تستطيع أن تدخل من خلاله على الجيميل. بعد الانتهاء من عمل الجيميل، وهو رقم الجوال، ويصلك هذا الرقم السري وتدخله على البريد، سيظهر لك تاريخ الميلاد والجنس، ثم تضغط، وبالتالي سوف تحصل على كما نرى على جوجل جيميل. أما بالنسبة لجوجل كونكت، وهو جوجل جهات الاتصال، وهذا أيضا مهم جدا أن نتعرف عليه، لأنها خدمة لإدارة جهات الاتصال من إضافة وتحرير وحذف وغيرها، وإنشاء مجموعات، وطبعا يساعد المعلم أن يضع كل إيميلات طلابه في مجموعة محددة، فعندما يريد أن يرسل إليهم إيميل لا يرسل لفرد فرد، وإنما يرسل للمجموع،
هناك جوجل كونكتس، وجوجل كونكتس او جهات الاتصال، هذه الخدمه تهم العديد من المعلمين في مجال التواصل. ايضا جوجل هانج اوت تحدثنا عنه، وهو خدمه مجانيه للتواصل عبر الانترنت، وتم اطلاقها عام 2013، وتضم المحادثه الفوريه، قريب الى زوم، ولكن طبعا زوم افضل منه يعني بكثير. ايضا جوجل درايف، وجوجل درايف هو تخزين، اشكرك يا استاذه ماجده. جوجل درايف وهو خدمه لتخزين واداره ومشاركات الملفات، يعني لابد ان تدخل على تطبيقات جوجل اللي هي التسع نقاط الموجوده اعلى المتصفح، وترى كل هذه التطبيقات وتتدرب عليها، لان هذه هي الاساسيات او الادوات الاساسيه التي تتيح لمعلم الذي يستخدم التكنولوجيا ان تساعده في عمل الحصص الالكترونيه والتعامل مع طلابه الكترونيا، وايضا التعامل مع اولياء الامور وغيره من الامور. طبعا التطبيقات باللغه الانجليزيه جوجل درايف، يعني ما جوجل درايف هو انا اكتب المصطلح باللغه الانجليزيه واعربه باللغه العربيه. ما هي مميزات جوجل درايف؟ طبعا يتيح مساحه تخزينيه 15 جيجا بايت. طب انا لو حبيت ازود هذه المساحه اشتري بمبلغ 7 ريال تقريبا، يعني فيما يعادل ال 40 جنيه مصري، وما يعني حوالي في الحدود. ايضا من ضمن المميزات دمج الخدمه من جميع خدمات جوجل الاخرى، تستطيع ان ترفع عليه الملفات، تستطيع ان تشارك ايضا الملفات، به امان في الحفاظ على سريه ملفاتك، ايضا تستطيع ان تنشئ عليه الكثير من الفورمز او الـ يعني المستندات او العروض وغيرها. طبعا لدينا وان درايف اللي هو 5 جيجا، ولدينا ابل اي كلاود اللي هو طبعا الخاص باجهزه الايفون، يعطيك 5 جيجا تخزينيه مجانيه، وجوجل درايف يعطيك 15 جيجا مجانيه، ودروب بوكس يعطيك 2 جيجا مجانيه، اما اذا اردت ان تزيد عن ذلك فسوف يكون مدفوعا، فاعلى مساحه 1 تيرا بالنسبه للدرايف، و2 تيرا بالنسبة للايفون اي كلاود، و30 تيرا بايت و1 تيرا لدروبوكس. طبعا 30 تيرا بايت بالنسبة لجوجل درايف اذا اردت ان تشتري ذلك. من اجل الدخول على جوجل درايف طبعا بمنتهى السهولة الضغط على هذه العلامة، وهي علامة التسع نقاط التطبيقات، ثم تضغط على درايف فيصل، وستصل الى درايف، وسأعرض لكم بإذن الله في الجزء التطبيقي من المحاضرة كيفية التعامل مع درايف ودرايف وكيفية إنشاء موقع إلكتروني. قبل أن أدخل إلى الجزء التطبيقي سأستمع إليكم من خلال تطبيقات، والله يخليك يا أستاذ كمال، و استمع إلى بعض التعليقات والأسئلة اللي اتكلمنا فيها عن جوجل وتطبيقاته وإسهاماته في المجال التعليمي. اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا دكتور. بارك الله فيك. بس دكتور عن اللي هي المساحة التخزينية في جوجل درايف ال 15 جيجا، الأشياء التي أضعها على جوجل درايف هل يتم مشاركتها مع آخرين أم هي بتكون ملفات طبعا خاصة بي؟ لا طبعا، هو انت لابد ان تكون حريص عند المشاركه، ف بكل ملف تضعه على جوجل درايف اذا ضغطت كليك يمين، وسيظهر لك هذا المشبك الذي نحن نعرفه جيدا الذي يعبر عن كلمه مشاركه. انت عند الضغط على هذا المشبك وتفعيله يصبح هذا الملف سهل جدا ان
تأتي باللينك أو الرابط الخاص بهذا الملف ثم ترسله فيشاهده الجميع، من ترسل له هذا الملف يشاهده. أما إذا نعم. أنت يعني شيرت ملف آخر أو شاركت هذه الملفات دون أن تفعل هذه الخطوة فلن يظهر للجميع. يعني إذا لم تفعل هذا المشبك أو علامة الشير اللي هم الشخصين اللي هم يعني أيقونة بها شخصين كده موجودة، هذه علامة الشير، إذا لم تفعل هذه لن يشاهدوا الآخرين. تمام، جزاكم الله خيرا دكتور. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. طيب أستمع إلى سؤال آخر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ مزاري تفضل، دير بالك. شكرا دكتور. دكتور سؤالي فيما يخص جوجل ترند. جوجل ترانسليت احد التطبيقات المهمه جدا في المجال التعليمي، وانا يعني لم اذكره فعلا، وهو من التطبيقات المهمه. الذي فيما يخص جوجل ترندز، ترندز البحث عن المؤشرات، ترندز، ترند المؤشرات. نعم، البحث عن المؤشرات، هل هذه المؤشرات تكون في مجال محدد أم في جميع المجالات؟ إذا أنا لا في أبحث عن جميع مؤشرات اقتصادية، بحثية، تعليمية. إذا أردت، طبعا هو جوجل ترندز به بعض الجانب المدفوع، فإذا أردت أن تبحث عن مؤشرات في دولة ما عن الناحية التعليمية أو الناحية الاقتصادية أو الناحية حتى الاجتماعية في موضوعات معينة، البطالة، الأنوثة، نسبة الزواج، كل هذه المؤشرات تستطيع بسهولة أن تتعرف عليها من خلال جوجل ترندز. شكرا أستاذ. فيما يخص أستاذ عفوا جوجل ترندز الخاص بالترجمة، هل له مصداقية علمية؟ لا، ليس له مصداقية علمية، لسبب، لأن اللغة العربية هذه اللغة، يعني نريد أن نقول بصراحة أن الجانب المحوسب، يعني اللغة العربية المحوسبة، ليست بنفس الدقة بالنسبة للغة الإنجليزية، لأن اللغة العربية بها مرادفات كثيرة، وأيضا مرادفاتها يعني بالنسبة للجانب السياقي تختلف من سياق أو من جملة أو من عبارة إلى عبارة. أما اللغة الإنجليزية محددة أكثر، وبالتالي عند الترجمة من الممكن أن تختلف في ترجمة جملة تعطي معنى آخر مخالف، وبالتالي لا نستطيع أن نعتمد عليه. جزاك الله خيرا أستاذ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذة أماني، اتفضلي. يا دكتور لو سمحت يا دكتور، هل الملفات التي أخزنها في جوجل درايف آمنة؟ يعني لا أمن. كافة الملفات آمنة، لأن الملف الخاص بجوجل درايف هو من خلال الميل أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك، وبالتالي تستطيعي أن تحذفي ملف أو أن تؤرشفي ملف، وبعد حوالي آسف بعد حوالي شهر تقريبا، 30 يوم، يتم حذف التراش أو اللي أنت حذفتيه تماما، وبالتالي لن يظهر لأي أحد، إلا إذا يعني لم تكوني حريصة في عمل الشير، يعني جعلت الدرايف كله شير فيراه من تريدي أن تشيري له، ومن الممكن أن تكون هناك ملفات هامة وملفات تريدي أن تحتفظ بها لنفسك يعني. شكرا يا دكتور، لأن دائما يعني بيكون في مساحة كبيرة على جوجل، فما نعرفش المساحة اللي هم عاطينها مجاني ديت عبارة عن ايه. لا، هذه المساحة لابد أن يعني نحاول أن نستفيد بها، ونحاول أن نضع عليها العديد من الملفات التي تفيدنا ونريد أن نشيرها للطلاب وهكذا. أستمع إلى سؤال آخر. طبعا أنا أنتهز هذه الفرصة أستاذة نهاد الطبلاوي.
مرحبا بكِ. ألو، السلام دكتور، عليكم. الصوت ينقطع الصوت الآن ظاهر؟ الآن، ظاهر ولكنه يتقطع أحيانا. نعم، لأن الإنترنت يعني أحيانا يوجد بعض المشكلات. أمتاز هذه الفرصة لوجود الأستاذة نهاد الطبلاوي، هي معي الآن. اختفى تمام الصوت دكتور. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور، هو أنا سمعت اسمي بس لا أعلم، يعني طبعا أنا أنتهز الفرصة يا أستاذة نهاد، وأنت أحد الشخصيات المهمة في مجال تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها، العفو وأنا يا دكتور، العفو. أسعد بك دائما وأتشرف بك وأشرف بك دائما في المحاضرات، وكنت أريد أن أستمع إلى رأيك وأمام الزملاء عن استخدامات جوجل التعليمية دكتور في الصوت الأبحاث. اختفى. الصوت الآن ظاهر. ماذا يا دكتور؟ هو يتقطع يا دكتور. نعم، أريد أن أعرف خبراتك في استخدامات جوجل التعليمية في الحصص الإلكترونية والافتراضية. حسنا، السلام عليكم. عليكم السلام. تمام يا دكتور. طبعا ما شاء الله دكتور سعيد. تواصل مع الطلاب وعليكم السلام. الدكتور خرج.